أيها الحفل الكريم، أطلق الستار وبدأت الأمال مع انطلاقة جديدة وفعاليات شوط جديد وشوطنا العاشر بتعداد أشواط الفترة الصباحية على أرضية ميدان البصير، ومع انطلاقة سن الحقائق من مسافة 4 كيلومترات. إذا نتواصل بالنداء ونبحر مع الأسماء المتواجدة ومع أول المراكز، هنالك المتواجد مع المركز الأول والمنطلق بقيادة هذه الأسماء، يتواجد مفجر لماجد بن غازي بن ملح الحربي، ينطلق شعاره مع المركز الأول والثاني المراكز. شعار بن دلموك يتواجد بهذه الانطلاقة مع المركز الثاني، ومع انطلاقة الثاني المراكز شعار محمد بن ناصر بن دلموك المري ينحجب رقمه. هنالك اتضحت الأمور، الطاير لناصر بن محمد بن دلموك المري ثالث المراكز، يتواجد بهذه اللحظات قاسي لظافر بن حمد الدوسري، والمركز الرابع يتواجد درب لمحمد بن جرالة بن ذروة المري، والمركز الخامس هنالك التواجد من قبل رعد لعبد الله بن صالح بن حبتور العامري. إذا هذه الخمسة الأسماء المتواجدة والمنطلقة والمتنافسة، ولكن أشاهد درب من أيضا أطلق العنان وانطلق مع الصدارة، وأيضا شق الدرب مع أول المراكز ومع أول كيلو ينقضي. درب يتواجد للمقدمة محمد بن جر الله بن ذروة المري، يقدم لنا درب صاحب الإنجازات وصاحب السجلات، يتواجد بالانطلاق المميز وأيضا بالتواصل الجميل مع الصدارة. ندائنا الثاني على المركز الثاني، يتواجد بهذه اللحظات الاتحادي لجابر بن علي بن جمعان المري مع المركز الثاني، يتواجد شعاره ثالث المراكز. المركز الثالث يتواجد مع هذه الانطلاقه رعد لعبد الله بن صالح العبتور العامري، ورابعا نتابع التواجد من قبل الهارب لفهد بن علي بن حسن القبيسي، وخامس المراكز مفجر لماجد بن غازي بن ملح الحربي مع المركز الخامس، وهنالك ما خلف الخمس اسماء متواجده شعارات منطلقه، تواجد من قبل 38 اسم خلف الخمسه المراكز المتواجده، هنالك الاسماء القادمه لا محاله لتشكيل المنافسه الشريفه، وايضا تشكيل الانطلاقات المميزه. ونعود بحضراتكم الى الصداره والى درب من يتواجد على المركز الأول، ومع الانطلاق الأول ومع التواصل الجميل يقود درب بهذه الانطلاقة محمد بن جار الله بن ذروة المري، يقدم لنا أحد الكروت الرابحة، ومع أيضا درب المتواجد مع أول المراكز. انتصفت المسافة وبدأنا بفتح سجلات جديدة بيضاء للمنافسة. المركز الثاني يتواجد الاتحادي من اتحد وجمع قواه وانطلق مع المركز الثاني، تعود الملكية الاتحادي لجابر بن علي بن جمعان المري مع المرتبة الثانية، يتواجد شعار ثالث المراكز. من القادم بهذه اللحظات؟ مفجر لماجد بن غازي بن ملح الحربي، ومتى بيتفجر؟ مفجر وينطلق بانطلاقات التي عودنا عليها، مفجر مع المركز الثالث. رابع المراكز تواجد متعب لسعيد بسالم المري بن قطامي، ينطلق شعاره مع المركز الرابع ويتابع الانطلاق الى المقدمة. المركز الخامس تواجد رعد مع المركز الخامس، تعود الملكية لعبد الله بن صالح حبتور العامري، وهنالك الوصول من قبل الهمر. وصل الهمر بهذه اللحظات، علي بن حمد بن محمد بن طفله المري يقدم لنا الهمر مع هذه الانطلاقة الجميلة. تمنياتنا لك بالتوفيق يا بن طفله ولإخوانك المشاركين بهذه الانطلاقة وبهذه المنافسة الجميلة. ونعود والعود أحمد إلى الصدارة إلى المقدمة وإلى تواجد الدرب مع أول المراكز، من يقود الدرب وينطلق بمسيرته على الصدارة وعلى المقدمة. تربة تعود الملكية لمحمد بن جار الله بن ذروة المري، يقدم لنا أيضا هذا التقدم الجميل من قبل تواجد الدرب، من ينطلق بدون أي تعليمات ويباعد
المسافة عن بقية الأسماء المتميزة. الله، درب إذن على المركز الأول وعلى الصدارة، هو الأقرب لناموس هذا الشوط. أيضا في رصيد النقاط والنقاط على أرضية هذا الميدان، حقق أيضا انتصار في سباقنا الماضي، وأيضا تميز وحصل على المركز الأول وانطلق بهذه اللحظات يسابق الرياح وينطلق مع الصدارة. إذا الدرب على المركز الأول، محمد بن جار الله بن ذروة المري يقدم لنا هذا العرض الجميل وهذا الانطلاق المميز، وللمعلومة انطلاقه ذاتي بدون أي تعليمات. أشاهد العصا مقروسة بالقطان والآلي محنط، إذا انطلاق ذاتي بدون أي تعليمات، يبدو بأن الانطلاق عبر الجهاز اللاسلكي، ولكن بعد درب المسافة وانطلق مع أول المراكز من أول كيلو انقضى وهو متحمل المسؤولية وينطلق مع الصدارة والمقدمة 300 متر عن ناموس، ودربه الأقرب لتحقيق الانتصار وأيضا للتميز بهذه الانطلاقة وبهذه أيضا العروض المميزة التي يقدمها درب مع أول المراكز. سلام وتحية واحترام الوالد العزيز محمد بن جار الله بن ذروة المري على حصول درب على المركز الأول، كما نهني أبنائه على هذا أيضا الانتصار المميز وعلى تقديم درب من وصل إلى خط النهاية مع الفوز والناموس. وللمعلومة دون أي تعليمات، ثاني التبريكات ثاني المراكز كان الوصول من قبل اتحاد جابر بن علي بن جمعة المري المركز الثالث، كان التواجد من قبل شعار سعيد بن سالم الكتامي